السؤال، كيف قام المسيح ودخرج الحجر ولم ينتبه الحراس ولم ينزعجوا؟ هو الحجر لم يدخرج لكي يقوم المسيح، المسيح خرج من القبر والقبر مغلق والقبر والحجر لم يدخرج. الحجر دخرج فيما بعد لكي يساعد النسوة على رؤية القبر الفارغ فيؤمنوا بالقيامة. كل خرج والقبر مغلق زي ما خرج من بطن العذراء وبتوليتها مختومة، زي ما دخل على التلاميذ والأبواب مغلقة، كل دي لا تحدث صوتا وممكن ما يكونوش شافوا حاجة.